بوخصاصة بعد ركنية من باجي، رأسية بوخصاصة يسجل بها الهدف بعد الركنية الجميلة جدا المنفذة من طرف باجي فيصل. راح نشوف الإعادة يا محمد بن عيد بعد هذه الصورة، والفرحة الكبيرة لشباب الوداد وأنصاره، لأن الهدف كان سجل عن طريق هذه الكرة وعن طريق هذا الركنية لصالح مباشرة بوخصاصة، لوجد نفسه غير محرج وغير مراقب وسجل هدف ثاني لصالح فريق شباب الوداد. إذا هدف نقدر نقول عليه قاسي بالنسبة لمولودية العاصمة، ودخول رقم 17 قاسي سعيد كان عزيزان، وهكذا نقدر نقول أن فريق المولودية استقى هدف، وإن كان فريق المولودية يبحث عن تعديل النتيجة، تلقى هدف ثاني عن طريق بوخصاصة والمحاولة لصالح بن علي، لكن ست أمتار لصالح الحارس ولد ماطا. هكذا تصعب مهمة مولودية العاصمة، وهذا الهدف اللي سجله بوخصاصة بعد ما وجد نفسه وجه لوجه أمام الحارس، يعني ما فيش مراقبة لبوخصاصة وهو من لاعبين الصور. شوف راح نشوف هذه الصور، راح تعاد طبعا هذه الصور مرة أخرى بملعب خمسة جويليا. هذا الشيء نتأسف له كثيرا، لأنه هذه المقاعد هي مقاعد للأنصار، مقاعد باش يستريح أنصار، وخطر على الحياة يعني مع الإنسان. لابد أنه مثل هذا الظواهر تزول. دوب فضيل بهذه المحاولة، لكن بوعيشة ما يخلي له ولا فرصة. بوعيشة يخرج الكرة هذه، مدها لبن حملة أو لشدبة، شدبة ترجع الكرة لصالح فريق مولودية أو شباب الوزداد عن طريق طاليس لرقم 14 مزوار، والكرة لصالح مولودية العاصمة عن طريق بن علي بوسط الميدان في محاولة ناحية دوب فضيل، يرجع الكرة. دوب يحاول أنه يفتح الكرة هذه، لكن فرص ما يلحقش عليها وتخرج. ست أمتار لصالح فريق الحكم يقول ركنية لمولودية العاصمة. شوف المناصر هذا والصور اللي وكأنه يعني شيء طبيعي أنه يقوم به. علي موسى راح يدخل رقم 13 علي موسى مكان باجي. اذا باجي يخرج يدخل علي موسى الهداف. هكذا شباب بالوزداد يقلص او يعمق الفارق، يعمق الفارق قبل نهايه الشوط الثاني بعشرين دقيقه. والمحاوله وولد ماطا سليمان يتفوق هذه الكره، يمدها لطاليس. طاليس في هجمه معاكسه، كاين فيه قويدر بوخصاصة وعلي موسى. علي موسى يرجع كورته، يوقف هذه الكره، يمدها مباشره ناحيه فتحين في هذا المحاوله، يمد كورته لمزوار. مزوار من هناك علي موسى يفتح. علي موسى كانت خطيرة هذه الكرة، والكرة 6 أمتار. وهكذا نقدر نقول أنه فريق المولودية نفسيا ما قدرش يتحمل